10 مليار دولار، كما أعلنت عن زيادة كبيرة في عدد المستخدمين وارتفاع في مبيعات الإعلانات. مراسلنا محمد طه يبحث في أسباب هذا النجاح رغم الانتقادات التي تتعرض لها الشركة. لكن أيديك ملتخص بالدماء. على الرغم من الانتقادات الكبرى التي واجهتها ميتا داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب عدم قيامها بما يكفي لحماية الأطفال على منصاتها التي تشمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلا أن هذه الشركة أعلنت عن أرباح قياسية بعد ذلك بساعات. الأرباح تضاعفت 3 مرات إلى أكثر من 14 مليار دولار. العائدات ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 25% على أساس سنوي إلى أكثر من 40 مليار دولار. أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 12%. كما أعلنت الشركة زيادة كبيرة في المستخدمين، وأن ما يقرب من 3 مليارات ومليوني شخص كانوا نشطين على إحدى منصاتها يوميا في ديسمبر بزيادة قدرها 8%. الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي فيسبوك تعني أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يستخدمون هذه المنصة، بصرف النظر عما إذا كانت تدقق في محتواها أم لا، بصرف النظر عما إذا كانت تحمي الأطفال أم لا. بل إن تحقيقاً أجرته بي بي سي أخيراً يؤكد أن خوارزميات فيسبوك تحجب الكثير من المحتوى المؤيد للفلسطينيين. كل ذلك لا يمنع مئات الملايين من البشر من مشاركة صورهم وأخبارهم مع أصدقائهم على فيسبوك والمتابعة اللحظية لصور وأخبار هؤلاء الأصدقاء. السبب في نجاح فيسبوك هو أن للمنصة شعبية كبيرة، وذلك على الرغم من المنافسة الشديدة. هذه الخدمات تناسب الجميع، ولا أتخيل أن تتراجع شعبيتها. لن نتوقف عن مشاركة صورنا وأخبارنا مع العائلة. تمكنا في بريطانيا من سن قانون السلامة على الإنترنت من أجل التعامل مع مخاطر القرصنة الإلكترونية. دور هذا القانون هو التعامل مع المخاطر التي قد تغفرها شركات الإنترنت الهادفة للربح في الأساس. وحتى تقطع الشك باليقين، قررت الشركة للمرة الأولى توزيع أرباح بواقع 50 سنتاً للسهم الواحد. وربما أراد زوكربيرج أن يرسل رسالة مفادها أن اعتذاره لعائلات ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال والانتقادات الموجهة للشركة بسبب ما تواجهه من تحديات تنظيمية ليس له تأثير على موقف الشركة المالي. ورسالة أخرى بأن استثمارات الشركة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإعلانات يؤتي بثماره. بالتأكيد لعلكم لاحظتم أنكم عندما تتحدثون عن التزامكم شراء سيارة أو هاتف ثم فتحتم فيسبوك، ستجدون على الفور إعلانا عن سيارة أو هاتف. فيسبوك يرى ويسمع دائما ما نفعل وما نقول. محمد طه، بي بي سي نيوز عربي من لندن. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.